في حين كانت أخبار الهدنة تنتشر وتتوسع، كانت أيضا قذائف ورصاص الجماعة الانقلابية تواصل حصد ضحاياها من المدنيين، خصوصا في مدينة تعز التي تتقاطع عندها الأطراف بالاتفاق والاختلاف. لكن في كل الأحوال تبدو تعز هي الخاسر الوحيد بعد الهدنة كقبلها. ليس الحديث هنا عن تعز إلا بوصفها استجرارا لفكرة رفع الحصار وإيقاف ما يتعرض له أبناء هذه المحافظة من جحيم الحرب. هذه المشاهد التي نتجت عن تساقط قذائف الميليشيا على أحياء المدينة تؤكد سقوط الهدنة أيضاً قبل تثبيتها، فتعز ليست سوى فقرة واحدة مما يراه بيان التحالف بشأن الهدنة ضرورياً من أجل العودة إلى طاولة الحوار بغرض التوصل إلى إحلال سلام دائم، بدءاً من الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بإدخال المساعدات الإغاثية إلى المناطق المحاصرة. قال التحالف إنه سيثبت هدنة خلال 48 ساعة، وقالت الجماعة الانقلابية إنها ستلتزم. التزم التحالف وتوقفت الغارات الجوية، بينما استمرت الميليشيا بقيادة قطار الموت في مناطق التوتر والأحياء البعيدة عن مسرح المواجهات. وما يعني هنا أن الرد كان غير ذلك تماماً، بل ويدخل في سياق الإجهاز النهائي على الهدنة. المتحدث الرسمي لقوة التحالف العربي أحمد عسيري أكد أن خروقات الميليشيا لليوم الأول من إعلان الهدنة وصلت إلى 150 خرقاً داخل الأراضي اليمنية و30 خرقاً على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بينها اعتراض منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا باتجاه محافظة مأرب. والواضح هنا أن الهدنة هشة كسابقتها، وإن كان مبعوث الأمم المتحدة تحدث عن تلقيه تأكيدات من جميع الأطراف على الالتزام بشروط وقف الأعمال القتالية. إذن على مشارف انقضاء اليوم الثاني من الهدنة الثالثة خلال هذا العام، تبدو الصورة أقرب إلى أن الحرب باتت تتغذى على فكرة الهدنة، بل تشتد وتتسع بلا حدود.